رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومعاقبة المخالفين. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يتعهد بتشكيل حكومة كفاءات في أسرع وقت. واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار أممي لإعادة تأهيل إرهابيي داعش الأجانب. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. في البداية نرجو منكم أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ظل تزايد الحالات المصابة مرة أخرى، مشددا على أهمية التشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي عبر تقنية الفيديو كونفرنس. من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء أن الدولة قطعت شوطا مهما في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بأي مخالفة بناء جديدة أو أي بناء عشوائي مرة أخرى. تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص في أسرع وقت لإجراء إصلاحات سريعة في البلاد. جاء ذلك في أول تصريحات له عقب تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة من جانب الرئيس اللبناني ميشيل عون، وذلك بعد حصوله على الأغلبية النيابية اللازمة. وشدد رئيس الوزراء اللبناني المكلف على أن بلاده ستبقى مصانة رغم النكبات التي تعرضت لها. بحث الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في قصر الصنوبر مقر السفارة الفرنسية في بيروت. وأكد ماكرون فور وصوله إلى لبنان أنه سيعمل على إعادة الإعمار والاستقرار، مطالبا بالإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية ومنحها مهاما محددة. يعقد مجلس النواب التونسي اليوم الثلاثاء الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي. تضم الحكومة المقترحة 23 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، ويتطلب نيل الثقة الحصول على موافقة 109 أعضاء، وهو الحد الأدنى من الأغلبية المطلقة. استخدمت الولايات المتحدة حق النقد ضد مشروع قرار أممي لتأهيل الإرهابيين الأجانب في العراق وسوريا بسبب عدم تضمنه فقرة تطالب بإعادة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. وحظي مشروع القرار الذي أعدته إندونيسيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن بتأييد كافة أعضاء المجلس ما عدا الولايات المتحدة، واكتفى مشروع القرار بتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إعادة دمج المقاتلين السابقين في مجتمعاتهم بعد قضائهم أحكام السجن الصادرة بحقهم. بينما دعت واشنطن إلى تضمين النص المطالبة بإعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق إلى أوطانهم. تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن الاتهامات بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها المدن الأمريكية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن بايدن يتهاون مع اليسار المتطرف ويخشى من غضبهم ويناصر جماعات العنف والشغب على حساب الشرطة لإحداث الفوضى، مشيرا إلى أن بايدن وصف المتظاهرين في بورتلاند وشيكاغو بالسلمية بينما تشتعل النيران في كل مكان. حذرت منظمة الصحة العالمية من فتح الاقتصادات قبل السيطرة على فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب كارثة. وأكدت المنظمة الأممية على أهمية العودة الآمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم في وقت تعمل فيه لضمان لقاح فعال بنسبة 50% على الأقل، مشيرة إلى أن الفيروس مستقر نسبياً.
نهاية الموجز. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز هو 11785 فيرتيكال. دمتم في أمان الله.